السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. نلتقي اليوم في حلقة جديدة من حلقات تغريدات إيمانية، نتكلم فيه على شهر الرحمة، على شهر رمضان. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان حاله في هذا الشهر المبارك وهو في شهر رمضان الكريم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. الحمد لله الذي وفقنا وأن عشنا هذه اللحظات المباركة. كم من حبيب فقدناه ونحن في رمضان وصام معنا رمضان الماضي، كم من أخ وصديق وجار صام معنا وضحك معنا العام الماضي، وهذا العام نحن بدونه. فلابد أن نغتنم هذا الشهر العظيم بقراءة كلام رب العالمين، فلابد أن نغتنم شهر رمضان بالصدقة، لابد أن نغتنم شهر رمضان في المحافظة على الصلاة في كل أوقاتها، لابد أن نغتنم هذه الأيام المعدودات. اليوم نحن في بداية رمضان وسوف ينقضي رمضان بسرعة البرق، لابد علينا أن نغتنمه، لابد علينا أن يكون عندنا برنامج خاص في هذا الشهر، للأب أن يجمع أولاده في البيت. قال: يا أبنائي كل واحد يقرأ مقدار من القرآن الكريم. لابد لنا في شهر أن نختم مرتين كتاب الله عز وجل. لابد عن الأم أن تحفز بناتها، ليس فقط رمضان ليس بالمطبخ، رمضان ليس بالأفلام، ليس بالبرامج، بل رمضان أقوى من ذلك، أكبر من ذلك. رمضان كلام الله، رمضان فيه ليلة خير من ألف ليلة، رمضان فيه نصر المسلمين، رمضان كان ويبقى أعلى رمز للمسلمين. فلابد أن نحافظ فيه على الصلاة، الصلاة جماعة، لابد أن نحافظ على الصيام ونبتعد على جميع الأمور التي تنقض لنا الصيام، لابد أن نحافظ فيه على الأخوة. صار رمضان والعياذ بالله معروف بالشجار، صار رمضان معروف بالمشاكل. لا لا وربي لا، ما تقولش أنا مقلق أنا صايم. إحنا ما نصوموش من أجل الأكل، بل نحن نصوم لله عز وجل، بل رب العزة عز وجل قال: إلا الصيام فهو لي، أنا الذي أجزي به. فأول نصيحة في حلقة شهر رمضان هي المحافظة على هذه الشعيرة العظيمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وخير ما نختم به اليوم حصتنا بكلام رب العالمين بصوت الأخ محمد أمين واضح: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن
شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.